المشاريع كنا نطرحوا واحد السؤال مهم وتطرحوه بجرأة وعارفين أننا نشتغل في جو غير سالم، أننا نحن كمقاولات إعلامية أو كصحفيين نشتغل في إطار قانوني يكبد الطموحات ديالنا. أننا الآن أقلية في جسم يعج بالمنتسبين والمتطفلين ومن له أي أساس أو علاقة بهذا القطاع. بالله عليكم، هل الإعلام الوطني أو الإعلام المغربي بخير؟ واش في نظركم أننا ولات عندنا الجرأة ولات عندنا القيمة أو ولات عندنا الهيبة أننا نكونوا في المجتمع ولا في الشارع أننا نقولوا حنا صحفيين؟ هل من يتكلم باسم الصحافة الآن في المجتمع أنهم فعلا صحفيون مهنيون ينتمون لهذه المهنة؟ الأغلبية الساحقة لا علاقة له بالصحافة، نقولها بكل صدق. ما تبعته هو أننا ناقشنا مجموعة ديال الأوراش اللي فتحناها في 2023 و2024. كان عندنا تركيز كبير من أجل تنظيم الذاتي للمهنة، من أجل تأهيل المقاولات الصحفية المتوسطة والصغرى لتقويتها وإعادة هيكلتها لكي تواكب التغيرات اللي تتطرى الآن على المشهد الإعلامي المغربي. ناقشنا الإشكاليات ديال الدعم العمومي من أجل تأهيل المقاولة الإعلامية والخروج من الدعم الكلاسيكي إلى الدعم اللي تشجع على الاستثمار. ثم اقتحمنا المجال ديال الصحافه الرياضيه اللي توجدت بتوقيع الاتفاقيه اللي كانت مع الوزاره الوصيه ورئيس الجامعه ورئيس اللجنه الاولمبيه واللي عطتنا رحله شهيره الى كوت ديفوار والى مصر. الان وقعنا اتفاقيه مع رئيس العصبه من اجل تنظيم الولوج الى الملاعب. عندنا اوراش اخرى كبيره وكبيره جدا ان شاء الله في المستقبل القريب. مازلنا سنة البرنامج المسطر اللي عندنا من أجل تأهيل وتطوير وتكييف النموذج الاقتصادي الجديد للمقاولات الإعلامية من أجل الاشتغال في ظروف تتحفظ الكرامة الصحفي، الفصل ما بين الصحفي والمتطفل أو المنتسب. الهدف ديالنا هو إعادة الاعتبار لهذه المقاولة الإعلامية من أجل أن تكون مقاولة إعلامية مهنية محترفة تمارس مهامها في إطار قانوني وتتحترم كرامة الصحفي اللي خاصه يشتغل في مقاولة إعلامية مهيكلة براتب محترم، وضرورة الحصول على البطاقة ديال المجلس الوطني للصحافة هي البطاقة الرسمية اللي تعطي الهوية كل صحفي، هل هو صحفي محترف مهني أم صحفي متدخل ومنتسب للمهنة. فغادي نقطعوا مع الممارسات القديمة، غادي نقطعوا مع الممارسات اللي تسيء إلى المؤسسة، وهذا مسؤولية ديالنا كاملين كمقاولة إعلامية مهنية محترفة وكإعلاميين مهنيين. فخصنا نكونوا إطار مهني موحد ومتناغم ومتجانس من أجل حماية المهنة من كل المتطفلين والدخلاء. وأعتقد أنه ممكن، وأعتقد بالعكس أن الوضعية اليوم في المنشط الصحفي اللي كتبدو أكثر صعوبة وأكثر تعقيدا وأكثر استسهالا للكثيرين، أن كل شيء اللي كيدخل للميدان الصحفي، أعتقد بأنه الحاجة ملحة وضرورية وقائمة وماسة لتنظيم مهني يجمع كل المهنيين على اختلاف تصوراتهم ورأيهم لكي يقفوا وقفة رجل واحد ولكي يقفوا وقفة امرأة واحدة، لكي يقولوا بأنه الميدان ديالنا محتاج صوت واحد لكي ننظم أنفسنا بأنفسنا. اليوم كل القطاعات المؤسساتية الرسمية وغير الرسمية تقول لنا بأنه يجب أن ننصت صوت واحد في المشهد المهني. احنا دابا الصحفيين الكرة ملعوبة في الملعب ديالنا ومرمية في الملعب ديالنا، يجب أن نكون قادرين على إنصات هذا النداء اللي جاي من الجهة الأخرى، ويجب أن نكون قادرين على الترفع على كل اختلافاتنا الصغيرة لكي نصنع اتحادا واحدا يتحدث بصوت المهنة وينتقل بالمهنة إن شاء الله إلى ما هو أفضل. الكل أعتقد بأنه يريد ما هو الأفضل لهذه المهنة هذه، فقط يجب أن نؤمن بأننا كلنا دون أي استثناء يجب أن نقوم بهذا الدور.